بجاية وفر كل متطلبات وشروط حسن الضيافة لشباب مدينة بقيرات، إلا تأشيرة التأهل للدور الربع النهائي فإنه لم يتساهل في ذلك ولم يتسامح. فالتشكيلة دخلت مباشرة في المفيد والجد حين افتتح المستقدم الجديد هشام مختار باب التسجيل عند الدقيقة 5 معلنا بداية العرس عند الأنصار. الآلة الهجومية البجوية لم تتوقف وراحت تنسج فرصا متتالية، لكنها افتقدت إلى اللمسة الأخيرة. بالمقابل شباب بقيرات حاول الوصول للتعديل، لكن نقص الخبرة لم يسمح لهم بتجاوز الجدار الدفاعي لجياسمبي. الدقيقة 30 دائما هشام مختار يعود ويسجل الثنائية ويعمق الفارق، هدفين دون رد، وهي النتيجة التي انتهى عليها الشوط الأول. في الشوط الثاني عاد فريق شبيبة بقيرات للمحاولة وإيجاد الطريق للشباك مكراش. المحاولات تعددت وواحدة فقط حملت هدف التقليص عند الدقيقة 54 بإمضاء جلول مجني. هدف كاد يدخل الشك في صفوف أشبال بعكاز لولا الهدف الثالث الذي جاء بعد إعلان الحكم فصيح لضربة جزاء عند الدقيقة 64 والتي نفذها بنجاح البديل غانم. اللعب الهجومي تواصل وازداد من كلا الطرفين، الشبيبة بحثت عن التعميق وقتل اللقاء لصالحها، وبقيرات بحث التقليص والظهور بوجه حسن وهو ما كان، خاصة وأن الروح الرياضية هي ما ميز اللقاء طيلة الوقت. شبيبة بجاية لم تتوقف عند الهدف الثالث ورسمت الرابع دائما بإمضاء غانم الذي سدد وقدم المدافع سجلت ضد مرماها. 4 أهداف لهدف واحد لصالح شبيبة بجاية التي تتقدم بثبات نحو الأدوار المتقدمة للسيدة الكأس. إذن